مرحبا يا أصدقائي، كيف حالكم؟ سنتناول في هذا الدرس كيف تتكاثر الحيوانات. انظروا إلى هذه النعامة تجلس على بيضها، وهذه البقرة إنها ترضع صغيرها. هل تعلمون يا أصدقائي ما الفرق بينهما؟ أحسنتم، إنها طريقة التكاثر، فهناك حيوانات تتكاثر بالبيض مثل السلاحف والأسماك. أيضاً الثعبان يتكاثر بالبيض. والدجاج والطيور، انظروا يا أصدقائي إلى هذه الدجاجة، إنها تعتني ببيضها قبل أن يفقس. هيا نرى ماذا يحدث للبيضة. هذا رائع! لنرى سوياً طريقة التكاثر الأخرى، وهي الولادة مثل هذه القطة. انظروا إليها، إنها ترضع صغارها. وهذا الفهد، إنه مع صغاره يعتني بها بعد الولادة. وحيوانات أخرى تتكاثر بالولادة مثل الجمل. ما أروع هذا المنظر! إنه القرد. والحيوانات التي تتكاثر بالولادة أيضاً تعتني بصغارها، فهي تساعدها على المشي بعد فترة الولادة في الساعات الأولى. ما أجملها! المفاهيم العلمية: الحيوانات تتكاثر إما بالبيض أو بالولادة. كلمات الدرس: تبيض، تلد، شكراً لكم يا أصدقائي على حسن استماعكم، ونراكم في حلقة أخرى. مع السلامة.